أنا أرجو أن تغلق جوالك وتفتح مصحفك. خذ الوصية هذه في رمضان، افتح مصحفك وأغلق جوالك فترة من الزمن. يا أخواني هذا رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في رمضان اتصل بالخالق ودع المخلوق، الاتصال شبعنا من اتصال الناس وكلام الفاضي والفارغ. بعد العصر خاصة إلى المغرب لا تتصل، لا تدخل في تويتر ولا فيسبوك. فلا تأخذون علينا لأننا نغرد عشان دين، لكن قصدي في هذا أنك تتصل بالخالق سبحانه وتعالى بكتابه بسنة ربي نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعاء الله الله في هذه المسألة. ثانيا أنا أنعى إليكم هذا الأمر وأشكو إليكم ظاهرة عند الشباب والفتيات إلى من رحم ربك، يضيعون الصلوات الخمس في رمضان ويصومون. هاي تصور أصلا الصلاة بعد التوحيد، الصلاة أول، هي الصلاة التي كل الأنبياء وصوا بها. فالله الله في الصلاة في الوقت يسمعني الأب والأم، يا أخي يا أختي الأم، الله الله يقول سبحانه عن أحد الأنبياء كان يأمر أهله بالصلاة، وقال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلوات الخمس صدقني، يخبرني بعض الناس أن في شباب يتركون الظهر والعصر وقبل الغروب بخمس دقائق وهم يصلي الظهر والعصر. أي صيام هذا؟ يعني تلعب بالشريعة؟ نضحك على الله سبحانه وتعالى؟ الصلاة في وقتها. فنبهوا يا أخواني بيوتكم وأخوانكم وبناتكم وأولادكم على هذا. الثالث نقاطع مسألة يا أخواني الذنوب في رمضان وفي غير رمضان. أصل الصيام كما تعرفون ليس المقصود منه الجوع والظمأ، نقاطع الغيبة النميمة السهرات. اسمع مني رسالة، رمضان لتلاوة الآيات البينات والحكم البالغات وتكثير الحسنات وتكثير السيئات ورفع الدرجات وإرضاء رب الأرض والسماوات، ليس لتقليب القنوات ولا للسهرات. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الرسالة الرابعة أقول، يقول صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له. حديث صحيح، يدعو عليه صلى الله عليه وسلم. والله إني أرى يا إخواني إن رجل أدرك عمره رمضان ولم يغفر له يستاهل. يقول صلى الله عليه وسلم ألصق الله أنفه بالتراب، أرغمه الله أذله. يعني فرصة، يعني هل بقي من فرصة أن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة 70,000 ثم في كل آخر ليلة بعدد ما اعتق الله يعتق رقابنا من النار. استغلوا رمضان فيما ينفع، تقربوا إلى الله في رمضان، الله الله في الحرص في رمضان. قلت لكم مصحفك في جيبك دائم، افتح مصحفك، خفف من الاتصالات الفاضية الفارغة. الله يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعتق رقابنا وإياكم من النار.